معكم اكيد اليوم معنا طبخه للاولين تحديدا. يا سلام. حيتكلم فيها الشيف اللي معنا اليوم شيف عبد الله. قول لنا شو بتكون اطباقنا اليوم؟ اليوم بيكون عندنا مضغوط بحشوه الاولين. ايه؟ اللي بتوديك الى عالم اخر. وعندي سلطه الاولين اللي هي التقطيع القديم اللي وهذا التقطيع طبعا كله قديم حتى الصحون طبعا صحون الاولين تمشي كل شيء حتى الخصف بالضبط وحديقه الخضره هذه ايه كلها وبالاخير بتحلون بالكنافه بكنافه عبد الله. جميل. يعني خلينا نتكلم اولا عن الطبق الرئيسي. احنا شفنا عندنا رز ودجاج وكمان عندنا حشوه. نعم. كلم مشاهدينا عنها.